نحن بندعوك من هنا، ما تعرف لا شيخ، لا تعرف فقيه، لا تعرف غيره، وإنما تعرف ربك تبارك وتعالى، وتوحد ربنا سبحانه وتعالى، وما تعرف إلا راجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الراجل اللي بيملى عيوننا، أما برعي وكباشي ديل بنعفصهم تحت كرعيننا، فهمت؟ ما عندنا لهم أي حاجة. ده شغل عجيب يا زول، ده شغل بيت. دي تكبيرة بتاعت موحدين. أنت عارف الله أكبر معناه شنو؟ معناه الله أكبر فوق البرعي والمكاشي والركاني والصايندينا، كلهم ربنا أكبر منهم. فهمت؟ أنت المفروض يكون ده الشعار بتاعك، المفروض يكون البرعي أكبر أو المكاشفي أكبر أو حامد بابكر أكبر، لغاية ما تجيبه هنا ونعفصه لك ونوريك إنه أصغر من الحشرة. فهمت؟ ما عنده أي حاجة مع الله سبحانه وتعالى. الكون ما بيتصرف فيه إلا الله. أي زول بكورك يا أخواننا خلوه يكورك. أصل الجدادة ما حصل ضبحت جدادة؟ الجدادة لما تطبعها بتعمل شنو؟ بتذيع بعيد. ليه؟ لأنه بتملاك دم، تلقاه بتفرفر، هو بعد شوية خلاص موضوع انتهى. فالجماعة ديل بيفرفروا الآن، بيقول نحن يقول لك الوهاب يا مش وين؟ مش هنا. حميدة بعد ما يتكشف بقى يقول لهم يا اخواننا 5000 جنيه ما بتحارب الوهابية. الناس الكترو، أنت ما سمعت التراب الهالك قال شنو؟ قال إن هؤلاء الترابي قال إن هؤلاء ينتشرون انتشارا تلغائيا. تلقاه وهاب هنا، عشان كده حامد بابكر امبارح قال بي اتنشن، قال أنا حافظ كلمته بي اتنشن، وما أعرف ليك أحذر من الوهيبي. أنت اللي عرفك بالإنجليزي، أنت عربي ساقط يا بليد. فهمت؟ تقول في وهيبي هنا تلقاهم قاموا 7، تجي تكابس 7 تلقاهم 21 بوراك، ده مش وين؟ فهمت؟ الشغل ده ماشي لأنه ده دعوة التوحيد، دي دعوة التوحيد. والله الحمد لله الناس في أمريكا بتضرب، في فرنسا بتضرب، في روسيا بتضرب، فهمت؟ في الصين بتضرب، في غيره من المحلات الناس بيتكلموا، ودعوة التوحيد ولله الحمد والمنة، والفضل لله أولا وآخرا. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.